أهلا بكم. تتوالى البشارة منذ أشهر بأن تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في آخر جيوبه في الشرق السوري، ما أن انقشع غبار معارك الباغوز على الحدود السورية العراقية حتى أعلن الرئيس الأمريكي شخصيا أن التنظيم الإرهابي الخطير لفظ أنفاسه الأخيرة فعلا، خبر عضدته قوات سوريا الديمقراطية قسد التي أكدت بدورها أنها سارت في جنازة داعش. نعى النعات التنظيم بحبور كبير لكن بريبة وذعر كبيرين أيضا، فداعش بسبعة أرواح والمنطقة مواتية لعودته للحياة من جديد. قراءة ترى أن نهاية التنظيم هي بداية لصفحة جديدة في تاريخ منطقة سولت للمتطرفين أنفسهم إقامة دولة فيها وعلى مقاسهم رغم أنف العالم. قراءة أخرى تجزم بأن القضاء على اسم داعش في مهده مهم، لكن لا يعني بالضرورة نهايته، بل ربما البداية لخطر أكبر، خطر بحث التنظيم عن معقل رئيس من أفغانستان شرقا وحتى نيجيريا على شواطئ المحيط الأطلسي. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش استنتاجاتهم من معارك الباغوز وتوقعاتهم لقادم مسارات الحرب على الإرهاب في حلقة بعنوان داعش ما بعد سوريا، الوجهة والاستراتيجيات. يشاركنا في التحليل والنقاش من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، من بيروت الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية، ومن واكشوت الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. كما تعود إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة، سقطت دولة داعش في سوريا، هل سينتهج التنظيم سياسة اللا مركز أم يعلن عن دولة جديدة؟ أبدأ معك دكتور إدمو. بدون شك أن التنظيم قد انتهى كما عرفناه خلال السنوات الأخيرة عندما سيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق وعلى أعداد كبيرة من البشر، ولكنني أعتقد أنه سيستمر ولكن بأسلوب جديد وسيشن حرب عصابات وخلايا نائمة وغير ذلك في المستقبل. دكتور سامي، أعتقد أنه سيعود إلى استراتيجية الجريلا أو حرب العصابات تماما كما نشأ. ماذا عنك دكتور ديدي، كيف ترى الأمر؟ طبعا انتهى تنظيم داعش أو دولة داعش كمركز وكدولة مركزية في العراق وسوريا، لكنها ستتبع سياسة اللامركز وستنشط عبر الفرقات عبر العالم. نعم. وستكون أكثر خطورة في كثير من أنحاء العالم بعد سقوط مركزها. لهذه الأجوبة براهين نستفيد فيها بعد حين. نظريا انتهت آخر حلقات مسلسل داعش الطويل الدامي والمرعب عقب قصف عنيف وكر وفر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة الستار على المشهد في الباغوز السورية على ضفاف الفرات، وأكدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا أنها دقت آخر مسمار في نعش التنظيم وأن عتات الإرهابيين ما بين قتيل وأسير. ربما لم يبقى لداعش معقلا في سوريا، ومع ذلك لا أحد بإمكانه الجزم مع ترامب بقطع رأس الأفعى كليا. صحيح أن عدد المقاتلين شهد انحسارا في الأعوام الأخيرة، منهم من لقي حتفه ومنهم من عاد من حيث أتى، لكن فرضية القضاء على التنظيم 100% تبقى مثار جدل كبير. ما تزال المنطقة العربية منكوبة بالإرهاب، لكن كل المؤشرات تؤكد أن أفغانستان مؤهلة لتصدر القائمة خلال العام الجاري بدلا من العراق، وسيتصاعد النشاط الإرهابي في دول أخرى مثل نيجيريا والفلبين، فيما سيستمر تعافي مصر لتتراجع من المركز التاسع إلى المركز العاشر والأخير في قائمة الدول العشر لأكثر تأثرا بالإرهاب عبر العالم. نقاشنا يبدأ الآن. سأبدأ معك دكتور إدمو في واشنطن. الباغوز التي كانت تحتلها داعش هي في الشرق السوري، لكن ولأهمية الحدث سنبدأ من الغرب السوري حيث الجولان المحتل، والذي اعتبره الرئيس الأمريكي بتوقيع وبقرار ممهور بتوقيعه أنه جزء من إسرائيل. لماذا هذا القرار؟ لماذا الآن؟
أعتقد أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، ربما أهمها في هذا التوقيت، لأن هذا الإعلان فاجأ حتى وزارة الخارجية والدوائر الأمريكية وحتى بعض المسؤولين الآخرين وطبعا أشخاص في الكونغرس، وإن كانت هناك بعض التصريحات التي تحدثت عن مثل هذا الإعلان عندما يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي. جزء منه هو أن الرئيس الأمريكي أراد أن يبعث برسالة يعبر فيها عن دعمه ورغبته إلى حد ما في إنجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات القادمة. هذا ما يعتقده الكثير من المحللين هنا، هو أن الرئيس ترامب أراد أن يساعد الرئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك لعدة أسباب. جزء منها له علاقة بالتحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي داخليا ويحتاج إلى دعم من أصدقاء إسرائيل. ثانيا أيضا أن عدد من الممولين الذين ساعدوا في عملته الانتخابية ومن المعروفين بدعمهم القوي لحكومة نتنياهو أيضا رغبوا في ذلك. لأن الرئيس أيضا أراد أن يبعث برسالة بأنه شخص عندما يقرر يفعل. سواصل في نفس النقطة معك دكتور سامي. القرار مستنكر ومدان دوليا وإقليميا وأمميا، ما هي تداعياته من وجهة نظرك؟ أعتقد التداعيات كثيرة. أولا أن هذا القرار يناقض المصالح الأمريكية نفسها، مجرد أنه سلم بالأرض بورقة أساسية من دون أي مقابل، تماما كما حصل في مسألة الاعتراف بفلسطين. إنها اللؤلؤة على التاج كما يقال في الإنجليزية، تم تبديدها من دون أي مقابل، وهذا يعني خطأ تسليم ورقة تفاوضية. ثانيا هنالك دور أمريكا كوسيط في أي تسوية سلمية، هذا تلقى ضربة وضربة قوية. ثالثا وقد يكون هذا الأهم، أنه نسف مبدأ الأرض مقابل السلام الذي كان هو المبدأ أو الأرضية الأساسية لأي تسوية سياسية لأي مشروع سلام، بما فيه صفقة القرن حتى التي تلاقي اعتراض واسع. ولكن حتى هذا المشروع التي تحمله إدارة ترامب والتي لم نعرف بعد تفاصيلها، كل مقوماته، هذا انضرب، لأن هذا الاعتراف ضرب مسألة المبدأ الذي ترتكز عليه أي مبادرة سلمية. وأخيرا إنه يحرج شركاء أمريكا في المنطقة ويقوي من شأن أعدائها أو خصومها، أي ما هو معروف محور الممانعة. نعم، أعود الآن لموقعة باغوز واللحظة الفارقة في حياة داعش معك دكتور ديدي. دكتور ديدي، ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي القضاء على تنظيم داعش، هل فعلا تم القضاء عليه أم أن ترامب أراد أن يبرر ما أعلن عنه سابقا من انسحاب شامل للقوات الأمريكية بسوريا بأنه ليس هناك أي سبب الآن لوجود تلك القوات بما أن داعش تم القضاء عليه؟ طبعا هو المسألة دعائية بالنسبة لترامب، موقف سياسي، لأن ترامب كان يواجه ضغوط كبيرة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتوقع صدور تقرير مولر اللي صدر فعلا، وبالتالي كان يحتاج إلى موقف سياسي يدعم مركزه الداخلي، وبالتالي أعلن عن هذا الموقف ثم ليبرر به انسحاب القوات الأمريكية تاليا، لأن القوات الأمريكية أصبحت عندها ذراع في سوريا وهي ما يسمى جيش ديمقراطي اللي هو المجموعة الكردية في سوريا. لكن عمليا داعش لا تنتهي، لأن داعش الأسباب التي أوجدتها باقية، هي أوجدتها الأوضاع في المنطقة والحاضنة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية والدينية التي توجد التطرف، والعوامل الدولية التي توظف هذا التطرف لمصالحها الاستراتيجية. في الولايات المتحدة الأمريكية كما أوجدت ظاهرة الأفغان العرب في الثمانينيات وأوجدت القاعدة فيما بعد لسياساتها، أوجدت داعش بتعاون مع بعض الأطراف الإقليمية وبتمويلها، وبالتالي في هذه دعاية سياسية أكثر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت طالبان مع 2001 في أفغانستان، لكن طالبان بقيت في أفغانستان وتتفاوض مع هذه الأيام أيضا في الباغوز وغيره من المدن.
معك دكتور إدمان. دكتور، هل من الحكمة الترويج لنهاية تنظيم داعش وجيوبه ما زالت موجودة في ريف حمص، في دير الزور، في الشريط الحدودي بين سوريا والعراق وحتى في ليبيا مثلا؟ المثير هنا أننا نسمع تحليلات أو مواقف مختلفة. نسمع الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين الأمريكيين الذين يقولوا بأنه قد تم القضاء على داعش. طبعا هذا التصريح كان هو الخامس مرة منذ تقريبا بداية هذا العام أو نهاية العام الماضي عندما نسمع مثل هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي. ولكن في نفس الوقت فإننا نسمع من مسؤولين أمريكيين عسكريين وبعض السياسيين بأن داعش لم تنتهي، بأن هذا التنظيم باقي. وأيضا المثير أننا نسمع أرقام مختلفة حول عدد الأعداد الباقية من تنظيم داعش. مثلا نسمع من الجنرال فوتيل ومن بعض القادة العسكريين أن هناك ربما حوالي 6000 مقاتل من مقاتلي داعش لا يزالوا في سوريا والعراق. في نفس الوقت نسمع من جيمس جيفري المبعوث إلى سوريا حوالي أن هناك حوالي 20000 مقاتل في هذه المنطقة. وبالتالي فأن هناك فعلا أسئلة. هناك من ناحية الرئيس قد يحاول تبرير مواقفه وسياساته ويقول أنه هو حقق إنجازات مهمة. في نفس الوقت ربما قد نرى أن هناك رغبة من قبل بعض القيادات العسكرية والسياسية التي تريد البقاء في سوريا وتريد أن تبرر بقائها في سوريا والعراق بالقول بأن هناك تنظيم قوي فعال نشط لا يزال يعمل، ولذلك فنحن بحاجة إلى البقاء على الأرض في هذه المنطقة. أعتقد أنه لا يزال هناك مثل هذا الوجود. طبعا إلى مدى حجمه الحقيقي طب من الصعب معرفته، ولكن بإمكان هذا التنظيم أن يستمر بشن حملات إما هجمات مفاجئة أو تفجيرات أو سيارات مفخخة أو غير ذلك، ولكنني أعتقد أنه انتهى كدولة في هذه المرحلة على الأرض. ميدانيا دكتور سامي، من كان على الأرض يحارب هذا التنظيم طبعا بالمساعدة الاستراتيجية والتدريبات والاستخبارات الأمريكية، ولكن من كان يحارب على الأرض هي قوات قسد. من وجهة نظرك هل ستحافظ واشنطن على مستوى الدعم الذي تقدمه لهذا المكون الكردي، وهل ستقبل باقي الأطراف بالحضور الأمريكي عن طريق المكون الكردي؟ ونتحدث هنا هل سيقبل بذلك النظام السوري، هل ستقبل تركيا، هل ستقبل روسيا وإيران؟ يعني من الصعب جدا الإجابة بشكل واضح على هذا السؤال، لأن الإجابة عليه سوف يعني تؤسس لمستقبل سوريا. يعني الإجابة على الدور الكردي والدور الأمريكي في المرحلة المقبلة سوف يحدد المسار السلمي في سوريا، وأيضا يحدد خريطة المشرق العربي المقبلة، أي خريطة ما بعد سايكس بيكو. من دون شك يعني كانت قوات قسد فعالة وفعالة جدا في مواجهة داعش ودفعت ثمنا باهظا. يعني اليوم دفعت أكثر من 11000 قتيل في مواجهة تنظيم داعش، وهنالك أكثر من طرف في الداخل الأمريكي أكان جمهوري وديمقراطي لا يريد التخلي عن هذا الحليف الذي لعب دورا أساسيا في المنطقة. وأعتقد هنا يتلاقى هذا الأمر بشكل مباشر أو غير مباشر مع توجه روسيا أيضا. لطالما روسيا في المرحلة السابقة طرحت طرحا فيدراليا كحل لمستقبل سوريا وتعترف بحكم ذاتي للمنطقة الكردية، أنا أعتقد طالما اليوم الاستراتيجية الأمريكية هي عنوانها الأبرز مواجهة إيران، البقاء في سوريا وفي هذه المنطقة تحديدا منطقة شرق الفرات ومنطقة التنف هي أكثر من استراتيجية، لأن هذا يشكل اليوم الحاجز أمام ما يسمى بالهلال الفارسي الذي إلى حين وقوع الموصل في يد داعش كان قائما وكان يهدد سائر المشرق العربي. إذن نعم سوف تبقى، وذلك لأسباب استراتيجية بالرغم من قرار الانسحاب الذي
الذي مسبباته بحث انتخابية تتعلق باستراتيجية الرئيس ترامب الرئاسية المقبلة بعد سنتين. نعم، هذا بالنسبة للدعم الأمريكي، أنت ترى أنها استراتيجيا لابد أن تبقى وستبقى. ماذا عن الأطراف الآن التي يشكل بالنسبة لها هذا المكون الكردي إزعاجا كبيرا؟ نتحدث خاصة عن النظام الروسي، عن تركيا وإيران خاصة. أعتقد يعني أن النظام فقد كثيرا من قدرته على التأثير أو صنع القرار في سوريا. القرار بشكل أول يعود إلى روسيا، ولذلك أنا أشرت أن روسيا قد تجد تفاهما مع الأمريكيين في هذا الموضوع. أولا أن الوجود حد أدنى من الكيان الكردي يبرر في مكان ما وجودها غرب الفرات، هذا لا. أولا. أما بالنسبة لتركيا، هنا إشكالية كبيرة، لأن تركيا تهاب نشوء كيان مثل هذا لارتداده في الداخل الكردي، ولكن لا. طالما لم يعلن الأكراد عن استقلال ذاتي، أيضا تركيا سوف ترى في الأمر ذريعة لإبقاء قواتها تسيطر على المنطقة الممتدة من جرابلس إلى عفرين. ومن هنا هذا يشكل نوع من تقسيم سوريا إلى ساحات نفوذ وتأسيس لحرب باردة مستدامة على أرض بلاد الشام. نعم. دكتور ديدي، أعود إليك ولسؤالك الذي طرحته منذ قليل. أين هم مقاتلو داعش؟ يعني الأمم المتحدة كانت تتحدث عن أكثر من 40,000 مقاتل، أين ذهبوا؟ هذا واحد. ثانيا، ما هو مصير زعيمه؟ يعني أبو بكر البغدادي متواري عن الأنظار منذ سنوات، لا نعرف عنه شيئا، وحتى من الغريب أن حتى الاستخبارات لا تعلن عن لا مكانه ولم تجد أين هو. كيف يمكن إعلان موت التنظيم في الوقت الذي لم يحسم الجدل وبعد بشأن زعيمه؟ هل هو حي أو ميت؟ طبعا هذا هو السؤال الأسئلة، لأنه الطريقة التي تكونت بها داعش هي التي ستفسر لنا كيف اختفى عناصر التنظيم. لأن كما تفضلت، الأمم المتحدة تحدث عن 40,000، وبعض الدول يتحدثون عن 10,000 أو 12,000 ذهبت من تونس أو من ليبيا، عشرات الآلاف. إذن هذه الأعداد قطعا لم تقتل كلها ولم تؤسر كلها. إذن أين تسربت؟ إذن الإجابة على هذا السؤال تتعلق بأمرين: بالأمر الطريقة التي الدول كونت بها داعش، وبالتالي هذه الدول ستسعى إلى تسريب هذه العناصر وترك لها مجالات للعودة إلى من أين أتت، إلى بلدانها أو إلى فرقات موجودة في إفريقيا حاليا، منطقة الساحل والصحراء على الأرجح، أو العودة إلى أفغانستان. والعامل الثاني يتعلق بالاستراتيجيات التي سيتم بها معالجة أوضاع المنطقة. إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عموما في إعادة بلقنت المنطقة واستمرار النزيف فيها لكي لا تعود فيها دولة مركزية كالحالة في سوريا والعراق لمصلحة إسرائيل، فهذه في الولايات المتحدة الأمريكية ستترك هامش لداعش بقايا لها جيوب موجودة في هاتين الدولتين. أما إذا كان التقسيم أو شكل الفيدرالية التي يراد العراق وسوريا ونوع من الاستقرار، فإن ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية على قضاء هذا الوجود على أقل تقدير في المنطقة. لكن عموما ما دام هذه التنظيم وهذه المجموعات لها حاضنات شعبية، فهي قادرة على العودة إلى قواعدها في ليبيا مثلا على سبيل المثال، عندها حاضنة كبيرة في منطقة الساحل والصحراء، الصحراء الموريتانية، صحراء النيجر، صحراء مالي، بوركينا فاسو. هذه المناطق فيها فرقات والدولة فيها هشة وضعيفة. سنعود بالتفصيل دكتور جيدي، ستعود هذه وأين ستظهر هذه التنظيمات بعد الفاصل. سنعود لذلك وسنتحدث بعد الفاصل عن داعش، الفكر داعش، التنظيم في حله وترحاله. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعود إليك دكتور إدمون. قبل الفاصل دكتور ديدي كان يتحدث عن عودة المقاتلين، قال إن فيما معناه أن الدول التي ساعدت
على تكوين هذا التنظيم وترحيل أو تسفير هؤلاء المقاتلين سيساعدونهم أيضا على عودتهم إلى بلدانهم. هذا التنظيم يتبع تشكيل هيكليا خلايا نائمة وإيديولوجيا ذئاب منفردة، كيف يمكن حصره؟ هل لأمريكا دكتور إدمو أي خطة لمحاربة ما بعد داعش الآن؟ هذه الذئاب المنفردة، هذه هؤلاء المقاتلين العائدين إلى بلدانهم؟ هذا سؤال مهم جدا، وذلك لأن هناك متغيرات في المواقف الأمريكية ونسمع نراها دائما، حتى فيما يتعلق مثلا بموضوع مستقبل شرق سوريا، وقبل أسابيع أو أشهر قليلة حتى جدا كان المسؤولون الأمريكيون يقولون لقادة سوريا الديمقراطية عليكم أن تتصلوا إلى تفاهم مع النظام السوري، تتصلوا إلى تفاهم مع دمشق. والآن نسمع مثلا أنهم هم يحاولوا أن يضغطوا على قوات سوريا الديمقراطية لكي لا تتحرك بسرعة للتفاوض مع دمشق وللتوصل إلى تفاهمات مع دمشق. هذا يظهر بأن هناك نوع من البلبلة ربما، أو ربما إذا نظرنا إلى الأمور من وجهة نظر نوايا أو أمور سلبية، بأن الإدارة ترغب أو تبحث عن مبرر للبقاء على الأرض وتبحث عن تقديم الأسباب وراء ذلك. أما فيما يتعلق بالنسبة لوجود خطة، المسؤولون الأمريكيون يقولون أنهم هم سيلاحقوا داعش، أن لديهم خططهم لملاحقة هذا التنظيم بغض النظر أينما كان إلى أن يتم هزيمته نهائيا. وهم بدأوا أيضا الآن يأخذوا ويتحدث بعين الاعتبار عن توسع هذا التنظيم، ويتهم مثلا تنظيم هذا التنظيم في أفغانستان بأنه يحاول أن يهاجم ليس فقط طالبان بل والحكومة المركزية أيضا، وأنه يتوسع في عدة مناطق في أفغانستان، كانت في نورستان أو ما يسمى بجيش خراسان، طبعا قوات خراسان وهي تنظيم داعش هناك. بالإضافة إلى ذلك هناك التوسع كما ذكر ضيفك الكريم قبل لحظات من في ليبيا، في الساحل العاج، وفي عدد من الدول الإفريقية. وبالتالي أيضا هناك من يتحدث كما تفضلت وذكرت عن خلايا نائمة، عن ذئاب منفردة قد نراها مع عودة هذه بعض أطراف هذه التنظيمات إلى أوروبا. والواضح ما نعلمه حتى الآن وما الخبراء الذين يتابعوا تنظيم داعش يقولوا أن داعش قد بدأ يخطط منذ 2016 لمرحلة ما بعد سقوط دولته لكي يستطيع الاستمرار، وأن هذا التنظيم على الرغم من كل ما حدث لديه قدرة على التكيف، لديه قدرة على المقاومة، ولديه الموارد أيضا والداعمين كما تفضلت وذكرت قبل لحظات، الذين يروا أن لهم مصلحة في بقائه. نعم. وهؤلاء مختلفين، ولذلك أعتقد أنه سيستمر على الأقل في المرحلة القادمة، وكما أننا سنرى استمرار للتحركات الأمريكية. نعم. ضده. نعم. في عدد من مناطق العالم. دكتور سامي، داعش ربما انتهى على الأرض، ولكن هل هذا يعني أنه سيحيا الآن وسيكون دولة افتراضية ستعيش وحتى ربما تنتقم وتزيد من عملياتها رقميا؟ يعني هذا ليس على الأرض، ولكن هناك التواصل بين كل مكونات هؤلاء المقاتلين سيكون عبر الإنترنت. مع الأسف نعم، وبالإضافة للأسباب التي فندها الضيف من أمريكا، أريد أن أزيد أن يعني هنالك مسببات إضافية لبروز داعش ما زالت قائمة، أولها كل تلك الأزمات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط التي غزت وأدت إلى بروز هذا التنظيم من الصراع العربي الإسرائيلي، وغياب أي تسوية وقرار مثل قرار البارحة بالاعتراف بالجولان وبالاعتراف بالقدس سوف يغذي من هذا الكبت
لدى الفئات كبيرة من العالم العربي التي قد ترى في داعش أو في هذه الأيديولوجية الرفضية ملاذا. ثانيا هنالك أزمة الحكم في العراق وسوريا وتغييب المكون السني بشكل نهائي وتهميشه كامل التهميش، هذا أيضا يشكل مسبب أساسي أدى إلى بروز داعش. هنالك أيضا لابد من ذكر الميليشيات الشيعية وهذا الحشد الشعبي الذي تجاوز 100,000 مقاتل من ميليشيات شيعية تقودها إيران، هذا بالمقابل يعني يجعل لدى البعض أن مواجهة تلك الميليشيات والوقوف في وجهها يتطلب ميليشيا من نوع مماثل. وأخيرا ما رأيناه في الفترة الأخيرة من صعود لليمين المتطرف واعتماد نفس الأسلوب ما يمكن تسميته بداعش الغرب، هذا أيضا يعزز من وجود داعش. إذن هذه الإيديولوجيا التي لأن داعش قبل أن يكون مقاتلين وقبل أن يكون ميليشيات وعمليات إرهابية هو في البداية إيديولوجية، لتلك الإيديولوجية مسببات، هذه المسببات ما زالت قائمة مع الأسف. نعم، على أساس هذا الكلام دكتور ديدي، ربما انتهى ميدانيا داعش كدولة أو خلافة أو هذا التصور الذي عشنا على أساسه منذ سنوات، ولكن أسباب وجوده لم تنتفي بعد مثل ما سمعنا لدكتور سامي ودكتور إدمون. الآن ربما لابد معك أن نفهم إلى أين سينتقل المركز، مركز داعش، هل سينتقل بقوته مثلا إلى أفغانستان أم أن الطبيعة الهشة في منطقة الساحل ربما يمكن أن تغري منطقة الساحل في إفريقيا، ربما تغري داعش بالتمركز فيها، كيف ترى الأمر الآن لتنقل المركز، مركز داعش الآن من الرقة إلى أين؟ سؤال مهم جدا. هو الداعش باقي كفكر وباقي كخلايا نائمة وباقي كمجموعات منفردة، عفوا أفراد متفرقين، لكن هو سيتجه إلى الفرقات، وحاليا مرجح انه يكون تواجده الاكثر سيتجه الى ليبيا والى افغانستان والى اليمن الى حد ما، لانه الحرب في اليمن خلقت جعلت الدوله تنهار هناك او انهارت اليمن كدوله نهائيا، وبالتالي كل ما تنهار الدوله تخلق له فرقات. لكن اعتقد ان المنطقه المفضله لداعش وتواجد التنظيمات الارهابيه في السنوات القادمه ستكون منطقه الساحل والصحراء في افريقيا، لأن هناك شريط ممتد من موريتانيا على المحيط الأطلسي مرورا بمالي وبوركينا فاسو والنيجر وصولا إلى إريتريا والسودان على البحر الأحمر. هذا الفراغ، هذا الشريط الصحراوي اللي يسمى في اللغة الاستراتيجية منطقة الساحل والصحراء، يمتاز بميزتين: هشاشة الدولة وسعة الجغرافيا، وبالتالي الدولة هشة سيجد هذا التنظيم فرقات جغرافية يملأها، وسيجد دولة هشة بلا إمكانيات عسكرية وأمنية، وسيجد حاضنات اجتماعية كما هو حاصل في شمال مالي، لأن هناك مظلمات تاريخية في هذه البلدان نتيجة للصراع العرقي القائم في كثير من هذه البلدان مثل مالي والنيجر وتشاد والسودان، سيجد الحاضنات التي تحتضنه اجتماعيا وثقافيا. لكن خليني نقول بأن أخطر ما سيعطي استمرارية لهذا التنظيم هما عاملين اثنين: العامل الفكري أي الحاضنة الفكرية التي تنتج ما دام هذا الخطاب الذي يحمله كثير من منظري السلفية الجهادية يحملونه عبر العالم الإسلامي طليقي الأيدي والألسن ويتحدثون عبر القنوات ويبثوا هذا الفكر، فإن هذه الحاضنة الفكرية ستنتج كثير من الشباب الذي يعاني الحرمان كما قال الضيوف في فلسطين المحتلة وقضية الجولان وتمزيق المنطقة وتفككها وحالة انهيار الدولة. وما هو العامل الثاني؟ الأزمات الاجتماعية إلى جانب العامل الفكري. العامل الفكري هو الاستراتيجيات الدولية اتجاه هذه المنطقة التي تريد لا تريدها الاستقرار وتريد دائما إعادة بلقلتها وتقسيمها على نمط سايكس بيكو جديد. وبالتالي ما دامت هذه الاستراتيجيات قائمة التي دعمت وأوجدت ظاهرة القاعدة، ظاهرة الأفغان العرب والقاعدة في العقود الماضية وأوجدت داعش،
فإن هذه الاستراتيجيات الدولية ستدعم استمرار هذا التنظيم وجوده متفرقا بدون مركزية الدولية. مهمة جدا. دكتور إدمو، لما تحدث الآن دكتور ديدي على الاستراتيجيات الدولية، استحضرت تصريحات ماكرون يقول إن التهديد لم ينتهي بعد ولا يزال قائما بالنسبة لداعش. طبعا لا يتحدث عن داخل سوريا، ولكن ربما يتحدث عن خطورة هذه المكونات وهؤلاء المقاتلين في منطقة أخرى، الساحل الإفريقي، وهي منطقتهم كثيرا فرنسا. الآن نتحدث عن أمريكا، هل أمريكا تستشعر هذا الخطر لهؤلاء المقاتلين حتى لو خرجوا من سوريا، أم أنه ليس من همها ولا من هم ترامب؟ أين يذهب هؤلاء المقاتلين وانتهت مهمتها هناك وستسحب 2000 جندي وتقفل الملف نهائيا؟ لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيقفل الملف ويذهب. هناك قوات أمريكية موجودة في أفريقيا، قوة أفريقيا، وهناك رغبة في مواجهة هذا التنظيم، ولكن هناك فعلا حساسية لدى بعض الدول من بينها مثلا فرنسا، ولذلك لأنهم يعتقدون بأن الإدارة الأمريكية وخاصة في الآونة الأخيرة قد اتخذت بعض القرارات، وذلك بتقليص عدد وجود القوات الأمريكية في أفريقيا بنسبة حوالي تقريبا 25%، وبالتالي فأن هذا يقلق بعض هذه الدول، خاصة أن في أفريقيا الولايات المتحدة كانت تلعب دور، طبعا دور مهم، كانت تشن حرب درونز أو طائرات بدون طيار في ليبيا وفي بعض الدول الأفريقية الأخرى، ولكنهم أيضا إلى حد كبير كانوا يعتمدوا في القتال وخاصة القضايا الصعبة على إما على الفرنسيين أو على الجيوش والقوى المحلية في هذه المنطقة، ولكن الدعم الأمريكي كان مهما لهذه القوات، ولذلك أعتقد بأن هناك قلق من هذا الموقف. طبعا الإدارة الأمريكية تقول بأنه عندما تقلص مثل هذه القوة فإنها تريد أن ترسل بعض هذه القوات إلى لمواجهة ما تعتبره خطرا متزايدا من روسيا أو من الصين، ولكن هذا أمر مقلق للدول الأفريقية، ولكن بغض النظر فإن هذه الدول ستستمر في مواجهة هذا التنظيم. نعم دكتور سامي، لعقود حاربت الدول متحالفة عسكريا تنظيم القاعدة، لم ينفع هذا الموضوع لأنه من رحم القاعدة خرج هذا الجنين المشوه الذي اسمه داعش، وما زلنا نعاني منها اليوم، وربما سيخلق عنه أيضا موضوع آخر وتنظيم آخر أكثر منه شراسة. كيف يمكن القضاء على داعش، على هذه التنظيمات المتطرفة فكريا الآن؟ ما مدى إمكانية استئصال هذا الفكر المتطرف من هذه المجتمعات؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم جدا، أريد فقط التعليق على السؤال الذي سبق والذي يتعلق يعني بالمربع الأخير وعملية القضاء على داعش، لأن من وجهة نظري العملية الأخيرة فاقمت من مخاطر داعش ولم تزيله بإزالة المربع الأخير، لأن هنالك عدد كبير من المقاتلين قد أفلت من هذا السجن الكبير الذي كان موجود وتغلغلت في مناطق وأصبحت تشكل هددا على تركيا، على لبنان، على الأردن، وحتى على الداخل الأمريكي. وبالإضافة أن تطرح مسألة كبيرة ومعقدة وبالغة الأهمية، هي مسألة عودة الداعشيين خاصة من حاملي الجنسية الأوروبية، هذا كان بين قوسين. أما بالنسبة لمستقبل التحالف، أنا أعتبر أن مواجهة داعش لا تتم فقط بالطرق العسكرية، وهزيمته ليست فقط هزيمة عسكرية. نعم الهزيمة العسكرية ضرورية، ولكن بما أن داعش هو أولا أيديولوجية لابد من هزيمته فكريا، ومن هنا أهمية سياسة نشر الاعتدال وثقافة الاعتدال التي رأينا طلائعها في أبو ظبي في الفترة الأخيرة، في السعودية، وأيضا لدى الأوروبيين، وكان مشهد رئيسة الوزراء الفنزويلية
الكلية في الأسبوع الأخير ملفت، لأن اليوم استراتيجية الاعتدال وثقافة الاعتدال هي التي تكفل بالقضاء أو مواجهة داعش على المستوى الفكري. وهنالك أيضا مسألة التربية ومسألة التنمية الاقتصادية، لابد لهذا التحالف أن يتحول لتحالف من أجل أولا معالجة تلك الأزمات المفتوحة التي تكلمنا عنها، من أجل نشر ثقافة الاعتدال وإظهار الوجه الحقيقي للإسلام الذي هو يعني ديانة سماوية قائمة على الاعتدال واحترام الآخرين. وأيضا لابد وقد رأينا يعني نشاطا في هذا المضمار تجفيف منابع الإرهاب، والقمة الأخيرة التي حصلت في أستراليا خطوة في هذا الاتجاه. نعم. إذن اليوم مستقبل هذا التحالف إن كان حقا يريد التوصل إلى القضاء على هذه الظاهرة أن ينتقل من المرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة مواجهة الفكرية. نعم. بدعم ثقافة الفكر المعتدل وثقافة حوار الثقافات والأديان، وأيضا التنمية الاقتصادية واستراتيجيات تجفيف منابع الإرهاب. سأواصل في موضوع استئصال تمويل الإرهاب، سأواصل في موضوع استئصال الفكر المتطرف ومواجهة هذه الإيديولوجيا طبعا عبر الحوار مع دكتور ديدي، ولكن بعد الفاصل. أيضا بعد الفاصل سنتحدث عن مسارات وخيارات ما بعد داعش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نواصل هذا الحوار معكم ومع ضيوفنا الكرام. أعود إليك دكتور ديدي في نواكشو. دكتور، في موريتانيا، أبقى معك، هناك بين عام 2005 و2007 قامت حكومة موريتانيا المثال عن طريق علماء الدين وحوارات عديدة داخل السجون مع شباب محسوبين على القاعدة وعلى جماعات متطرفة عائدين خاصة من مالي. أسفر الحوار عن توبة الكثير منهم وإطلاق سراحهم. هذا الحوار كان مع عناصر من القاعدة، هل هو ممكن بنفس الطريقة مع عناصر عائدة من داعش؟ تماما، هذه الحوارات مهمة جدا لأنه هو العامل المغذي لهذه الحركات المتطرفة وتنظيم القاعدة وداعش، وعامل أيديولوجي معناه المصدر الفكري، الحاضنة الفكرية. وبالتالي ينبغي نشر هذا النوع من السياسات، أي الحوار مع المتطرفين فكريا عن طريق الفقهاء وإقناعهم دينيا وفكريا، لكن لمعالجة ظاهرة داعش والقاعدة لا ينبغي أن نعتمد على المدخل الوحيد، ينبغي أن نعتمد على مداخل متعددة، أي أن نحاربه فكريا من خلال الخطاب الديني المعتدل المتسامح المعترف بالآخر الذي يمنع التكفير ويمنع هدر دماء الآخر أو تشويهه، ومن خلال المدخل السياسي نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، ومن خلال سياسة اقتصادية تقوم على الحكامة الاقتصادية وتحسين أوضاع بلداننا الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الاجتماعية من الفقر والغبن وظلم السائد والتفاوت الطبقي اللي موجود في بلداننا، وعن طريق نشر ثقافة فكرية تقوم على التسامح والاعتراف بالآخر وأننا لسنا الأفضل من الآخرين، وأننا نعترف بكل الديانات الأخرى ونعترف بأن الإنسانية إنسانية واحدة وأن لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأن الإنسان هو إنسان وينبغي أن تحترم كرامته مهما كانت. وكذلك نقوم بسياسات تقوم بلداننا أو البلدان المنطقة العربية المتضررة أكثر من غيرها والبلدان العالم الإسلامي والإفريقي بشراكات دولية تهتم بالتنمية ورفع المظالم الحاصلة في بعض هذه البلدان، مثل ما هو حاصل حاليا كما قلت سابقا في منطقة الساحل والصحراء، لأن هناك مظالم اجتماعية، مثل ما هو حاصل في مالي اضطهاد مجموعة الطوارق والأعجام في شمال مالي. نعم. مثل ما هو حاصل في النيجر، مثل ما هو حاصل في تشاد، فهناك مظالم تاريخية، وكما هو حاصل في المشرق عن طريق احتلال إسرائيل. نعم. لفلسطين والاضطهاد عموما والاستبداد وكل أنواع الظلم. إذا لم تكن هناك سياسات شمولية تراعيها، سياسات دولية تقوم على شراكات دولية
من أجل التنمية الحقيقية وتحقيق أهداف الألفية. نعم. فإننا سنبقى ندور في الدائرة الحلقة المفرقة من التخلف. نعم. وكل هذه الدائرة ستنتج لنا أجيال جديدة من نعم. القاعدة وأجيال جديدة من داعش. نعم. لأننا يفصلنا عن ظاهرة الخوارج قرابة 13 قرن، وظاهرة الخوارج تتجدد من خلال داعش والقاعدة. نعم. إذن لابد أن نتبع سياسات لها أفق ورؤية استراتيجية تخرجنا من محنة التخلف والأوضاع السياسية طيب. البائسة التي تعيشها بلداننا في أغلبيتها. نعم. دكتور إتمو، هناك إجماع على أن داعش نعم تفرقت، ولكن الإجماع أيضا أنها ستعود للعمل بخلايا نائمة وغير متمركزة ومن خلال الذئاب المنفردة، وكله طبعا يربطها افتراضيا ورقميا عبر الأنترنت. هل المقاربة الأمنية هنا هي الحل الوحيد، وكيف من وجهة نظرك سنواجه داعش الجديدة؟ فعلا ما ذكره ضيفيك الكريمين نقاط مهمة جدا، وخاصة ما ذكره الدكتور الزيدي، وبالتالي فأن هذا، ولكن هذا بعد واحد. وهنا يجب أن نعود إلى مسألة أخرى، وهي لماذا ظهرت هذه الحركات، لماذا وكيف تحولت حتى من منظمات محلية إلى حد ما إلى حركات عابرة للحدود. وبالتالي فأن وهنا تأتي أيضا خطورة هذه التنظيمات. بدون شك أن لم يكن هناك قاعدة في العراق، لم يكن، على الرغم من الادعاءات الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بأن القاعدة كانت هي والحكومة العراقية وراء تفجيرات 11/9، وبالتالي فأن ما رأيناه كان طبعا الكثير من الادعاءات غير الصحيحة، وربما كانت لم تكن فقط عن، كان بعضها عن قصد إلى حد ما. نعم. وبالتالي فأن ما رأيناه من سياسات أيضا، بالإضافة هناك طبعا الفساد في من قبل الحكومات المحلية، أن هذه الحكومات المحلية هي غير تمثيلية، أيضا أننا رأينا ونرى تنافسات إقليمية وصراعات إقليمية تغذي مثل هذه الحركات، طبعا بالإضافة إلى البيئة الحاضنة. ولكن من أين أتت هذه البيئة الحاضنة؟ بدون شك أنها جزء منه هو كان بسبب التدخلات الخارجية. مثلا في العراق رأينا أن الإدارة الأمريكية فككت مؤسسات الدولة العراقية، فككت الجيش العراقي، وبالتالي فأننا رأينا هذه الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها بعض الشخصيات والقيادات السياسية الأمريكية، وأن هناك تبعات نعم. لمثل هذه السياسات. وأيضا نعم. كرأينا أن بعض الدول الغربية غضت النظر عن ذهاب بعض المقاتلين من بلادها إلى سوريا، إلى العراق أو إلى مناطق أخرى، وربما كانت تريد التخلص منهم. وبالتالي فأن كل هذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نعم. لذلك لا يوجد حل أمني واحد، الحل الأمني لا يمكن أن يحل هذه، يساعد على حل هذه القضية، لا بل أنه يجب أن تكون هناك رؤية شمولية. نعم. وتعاون دولي أيضا، وبداية لحل النزاعات المحلية في المنطقة الشرق الأوسط. نعم. دكتور سامي، نعم. بعد الباغوث هناك الأنظار تتجه الآن إلى إدلب، إدلب التي يشملها اتفاق بين تركيا وبين روسيا، إدلب ربما يسمي البعض إذا ما اندلعت المعارك فيها ستسمى بأشرس وأم المعارك هناك، فيها طبعا مقاتلين جبهة النصرة وأكثر من 5 ملايين لاجئ. ما هو مصيرها من وجهة نظرك، وهل ستكون فعلا الجبهة القادمة؟ أعتقد الفرق الأساسي بين إدلب والباغوث أن الارتباطات الإقليمية والتمدد الإقليمي لا سيما لتركيا في منطقة إدلب أكثر بكثير مما هي في الباغوث، فبالباغوث أصبحت بالنهاية أشبه بجزيرة معزولة عن العالم ومعزولة عن الدينامية الإقليمية المفتوحة في منطقة المشرق العربي. أما في إدلب
الغالب اليوم المسألة بالغة التعقيد. أولا عدد المقاتلين أكبر بكثير، يعني يعدون بعشرات الألاف، وأيضا يستفيدون من العمق التركي. تركيا ما زالت موجودة بأكثر من 10 نقط مراقبة في داخل إدلب، وأي تسوية أو صراع في إدلب سوف يكون له بعد إقليمي. إذا التسوية غير ممكنة من دون تفاهمات لا سيما بين تركيا من جهة وروسيا من جهة أخرى، أما في حال نشوب صراع إذا لم تشارك بجزء منه تركيا وروسيا سوف يكون لهذا الصراع إن اندلع أبعاد إقليمية. أنا لا أعتقد أنه في الوقت الحالي سوف يكون هنالك أي عملية عسكرية، ومسألة إدلب سوف تنتظر اللحظة لحظة التسوية إن حصلت، وإلا سوف تبقى منطقة خاضعة في حد كبير إلى النفوذ التركي، أشبه بورقة تفاوض أساسية للدخول في المفاوضات الأخيرة التي قد تنتج إما تسوية تعيد لسوريا مكانتها كدولة على المستوى الدولي، أما تقود إلى تقسيم سوريا تقسيم أمر واقع. سأختم معكم جميعا بهذا مرحلة صراع مستدام. نعم سأختم معكم بناء على ما تحدثنا عنه خلال هذه الحلقة، وأن أسباب وجود مثل داعش ما زالت موجودة لم تنتفي بعد، وأن تفرقها أو نهاية التنظيم كدولة مثل ما كنا نسميها يعني لا يعني أبدا انتهاء الفكر والإيديولوجيا. ما هي ملامح هذا التنظيم الجديد الذي سنراه؟ لا نعرف ما هو مسماه، ولكن ما هي ملامحه؟ كيف سيكون أكثر شراسة، متشتت عبر الأنترنت؟ كيف ستكون عملياته؟ هذا ما نقصد. أبدأ معك دكتور ديدي، ما هي ملامح هذا التنظيم القادم؟ طبعا ستظهر عندنا نسخ عديدة لداعش والقاعدة في مسميات جديدة، كما ظهرت عندنا في إفريقيا في النيجر عفوا في نيجيريا بوكو حرام، وظهرت النصرة في ليبيا وفي بعض مناطق سوريا والعراق. ستظهر نسخ جديدة وستكون أكثر شراسة وأكثر تدمير، لكنها في الغالب ستكون مجموعات متفرقة وستكون في شكل أفراد تستخدم العالم الافتراضي ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنفذ عملياتها الإرهابية بالطرق التي تراها مناسبة، وتتواجد في كل ما وجدت فراقات أو حاضنات مناسبة. نعم. ماذا عنك دكتور إدمو؟ كيف ترى القادم بعد داعش؟ أعتقد أتفق مع ما قاله دكتور زيدي، أعتقد أن سنرى داعش تستمر في التوسع إلى مناطق جديدة وإلى دول جديدة، وبالتالي فأنها ستستمر في تحركاتها، وهي كما ذكرت قد بدأت تهيئ لمرحلة ما بعد انهيار دولتها للتعامل بأسلوب جديد وبطرق جديدة، ولذلك أعتقد أن الصراع ضدها سيكون طويل معقد ومكلف وصعب، ولكن أعتقد أن إذا كان هناك تفاهم، إذا كان هناك تحرك من قبل الدول المعنية وخاصة الدول الإقليمية بالإضافة إلى المجتمع الدولي، فأننا سنرى هزيمة هذا التنظيم، لأنه لم يعد يشكل نفس التهديد الذي رأيناه في السابق، ولكن هذا لا يعني أننا سنرى نهاية له في المستقبل القريب. أختم معك دكتور سامي، ما ملامح هذا المولود أو الجنين الذي سيخرج من رحم داعش؟ أنا أعتقد أنه تعلم درس أساسي، أن إقامة دولة بحدود جغرافية أمر نعم يشكل انتصار رمزي، ولكن لديه كلفة اقتصادية سياسية عسكرية كبيرة جدا، لذلك سوف يعتمد استراتيجيات الحرب العصابات وحرب الاستنزاف ويقود عمليات إرهابية. سوف يتغذى بالتأكيد من صعود اليمين المتطرف وصعود
الميليشيات الشيعية إنجاز التعبير، وسوف تكون الأرض التمدد الأساسية له في الداخل الأفريقي والداخل الأوروبي في المرحلة المقبلة. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قابل النقاش، والتي كان عنوانها داعش ما بعد سوريا، الوجهة والاستراتيجيات. أشكر باسمكم ضيوفنا الذين أثروا النقاش. من واشنطن كان معنا دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون. من بيروت دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية. ومن نواكشوت كان معنا دكتور ديدي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. ليس إرهاب داعش وأخواتها هو ما يؤرق الأوطان العربية، صفحة جديدة للعرب والمسلمين والعالم من سيد البيت الأبيض باعترافه بسيادة دولة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 50 عاما. طبيعي أن يجابها قرار اعتبار الجولان العربي جزءا من أراضي إسرائيل بالرفض وبالإدانة والاستنكار، ليس من العرب الحالمين بسلام في المنطقة فقط، بل من جميع أرجاء عالم يؤمن بالمواثيق الدولية. قبل الجولان وفي خطوة أحادية الجانب أيضا، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. في زمن الترهل العربي تغتصب أرض العربي بجرة قلم. منح ما لا يملك لمن لا يستحق. إلى اللقاء.